السلام عليكم اخوتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي اخواتاتي حبوباتي العزازات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم كنت كندير فيديو ديال التحضيرات ديال السفر، وما بغيتش نطولوا لكم بزاف لان بغيت نتيستي هذا البوتوكس هذا وتشوفوا معايا، تشوفوه معايا زعما دقه دقه، وتشوفوه نتوما براسكم واش غادي يصدق ليا، واش هو طوب ولا فلوب. داكشي علاش مبغيتش نطول الفيديو، قلت نديرو فيديو بوحدو. المهم هذا هو اللي خديته من امازون، هانتو راه كيدير شي 18 اورو اخوتي. ها هما، ديروا ليه الى صدق زوين، ديروا ليه الكابتور وخذو. الى كان شعرك ما واقفش بزاف خديه بعينك مغمضه، لان نصحتني به واحد القوريه شعرها ما واقفش بزاف، ولكن تبارك الله خرج ليها زوين. الى كان شعرك بحال شعري تسناي حتى تشوفوا النتيجه. شوفوا هانتوما، شوفوا شعري كيداير، راه واقف صمت، تشوفوا النتيجه كيفاش غتخرج. المهم اول حاجه الا كان شعري فيه الزيوت ولا شي حاجه، كتغسلي شعرك ولا فيه شي سيروم كتغسليه مزيان عاد كديري هذا. الا كنتي عاد غاسله صافي كتصوبيه نيشان. انا مشيت للبيسين ودات واحد السيروم، داكشي علاش دابا غادي نسميتو، داكشي علاش غادي نغسل شعري عاد باش غادي نديرو هو. خليكم معايا. المهم انا نشفتو واحد شويه بوتوكس غير ما جبتو خليتو. المهم خاصني نبقى ندير البوتوكس بمشمش، غنمشي نجيب بوتوكس ونمشي. هاهو جبتو خوتي، غادي ندير بمشمش مع مزقرة مشعلة على راسي، حيت البرودوي انا اللي شافيه. ياه مي كتمشي عند شي وحده، ماشي كلهم، كتمشي عند شي وحده كتبقى تزقر منك في البرودوي. انا على ديك الغدايد غادي نتقطقو بالبرودوي. مي صراحة يقدر يكونوا هما هما كيشيو لي برودوي بروفيسيونيل، كيشيو لي برودوي اللي كيكونوا غاليين وخاصهم يديروا ديرو زعما شويه باش يلاه يخرجهم. المهم جوع علينا وجوع علينا، راكم فهمتوني. يعني كيكون طول غالي خاصهم يديرو شويه. الا بغيتي هو الصراحه ملي كديري بزاف عاد كيخرج ليك، خاص الشعر يكون متقطق. حنا نشوفو واش يخرج لينا، حنا درنا بزاف، نشوفو واش غيخرج لينا ولا لا. مكتوب في سميتو، مكتوب في البوتوكس انك خاصك تخليه واحد نص ساعه. انا غنخليه واحد الساعه بيد ما نوجد العشاء، غادي ندير واحد الطويجين ديال الدجاج و قرعه ديال السلاويه عرفتي شفتها في المارشي البارح، شفتها في المارشي عرفتي تخطفت عليها. كنت مشهيا، انا كنتشهى بزاف ملوخيه، بعدا ملوخيه ديما كنلقاها في لو غون فري، و سميتو هذيك السلاويه بقيتها البارح على جنين الحال، ما عرفتش كاع شحال خديتها. كسعني كنقول انا مشي هي شي حاجه، بس كنت انسيستو على لي مشات ليا كاع سميتو لي غاسين ليكم مرضنا كتشتني نفقد الذاكره، كتشتني زهايمر. المهم غنحاول ندير كلشي. انا خاصني نبقى ندير كل شهر بوتوكس ديال الشعر، ولا ندير هذاك بروتين. يالله يالله يتقاد ليا شعري، حتى انا عندي الزغبط غير كطوال، والمشكل عندي انا شعري كيطيح، داكشي اللي كيطوال كيطيح، كيطيح في جهه اخرى.
علاش انا كيطيح لي شعري؟ حيت عندي لو ستريس، مش كيت عليكم عندي ستريس داكشي علاش شعري كيطيح. ما عندي لا ماط لا والو، لان دايره لي زاناليز وكل شيء مؤخرا، مني ما عندي بيلون جينيرال، ما عندي حتى حاجه. مي عندي لو ستريس، مي دخلت كنقلب شنو السبب ديال كيطيح ديك الشعر، لقيتو بانه لو ستريس. اصلا انا ملي جيت لفرنسا، الماء ديال فرنسا صراحه ما جاش معايا، كتعطيكمش تكونفيرميو ليا حتى واش نتوما لاحظتوه. انا صراحه الماء ديال فرنسا ملي جيت فرنسا وانا شعري لور لور ابار لو ستريس. جاب الله ما كنديرش هاد البوتوكس لشي وحده، حيت كون كنت كندير شي وحده غادي تقول لي راه كتنتفيني. كتيرو كتيرو حتى ما تقدروا. خلاو المصريين ما بقاتش في البرودوي كتير، ولا غير نرجع للهضره اللي قلت لكم راه كثر، ما بقاتش في البرودوي كتير. راه فريمون وي خاصك دير واحد الكونتيتي سوفيزون للشعر، ولكن لا تكنيك هي كلشي. راه الا ما جبدات لك الشعر، ما جبداتوش، ما نجدات وعطاتو البلاك مزيان، راه ما كيخرجش. انا للاسف عندي البلاك ديالي لا باس ليه، ما جو با عندي جوج دقائق، عندي واحد بلاك اخر صافي صافي نسيتها. بارفو كنشري شي حاجه شريتو من امازون، حتى هو بروفيسيونيل الكيراتين كنساه، كنسى انني خديت الحاجه. دابا ملي كنت كنجمع حوايج السفر وداكشي، شحال من حاجه لقيتها شاريها وانا ما فراسي كاع. المهم هانتوما الشعر، هانتوما غادي تقطقتو، غادي نخليه سويعة بين ما نطيب العشا و غنغسلو و نشفو بشي شوار و غنديرلو البلاك. يلا خليكم حال البنات. طفى ليا التليفون، عرفتي دابا يلاه كندير بلاك، نشفتو بسميتو بالبروشينغ، و دابا هانتوما كندير البلاك. شوفو شوفوا شوفوا الشعر كي كان، هانتوما شوفوا الزغبة كي دايره، شوفوا هاد الطريف، ولكن منزلش لما كتبان لي النتيجة حتى كنغسلو أنا. المهم من هكا راه باين مزيان. شوفوا 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 كيف بزاف. المهم أنا غادي نكمل دابا. عندي هانتوما شفتو ب هذا شي شوار ديال بابيليز، نشفتو عادي غير بهاد المشطة هادي. عندي هاد بلاك عادي دينوا، مي صراحة ما كيعجبنيش بزاف، ولكن شريت هذا مع من علي اكسبريس. هانتوما فيه 230 دوغر من علي اكسبريس، هذا اللي صراحة سميتو جلوبا ستار. هذا الصراحة هو اللي ماشي شي واو، ولكن كتقدي بيه. اما انا باغا نشري هذاك ديال لوريال اللي فيه الفابور، داك هو اللي باغا نشري. ولكن الكيراتين خاصك يكون عندك بلاك اللي فوق من 200 جو كرو، فوق من 200 هو اللي كيدار في الكيراتين. ما كناخذ غير بزغيبه بزغيبه، ما كناخذش كناخد غير طايف طايف. نورمالمون راه هاكا كيتصوب الكيراتين، غير بزغبة بزغبة، ماشي كتشدي واحد الطرف وديري هاكا وتخلي نو. راه شحال ما جبتي بسميتو بالبلاك شحال ما زوين. هانتوما شوف لي كنسيستي على لي كنسيستي على لي غاسين.
في الزونه كي كتسرح. ما كنلصقوش انا راه شويه لصقتو غادي نتحرك. المهم بلاش شي حد كيدق غادي نمشي نشوف باش ما يطولش فيكم الفيديو. غنبلاكي شعري كامل وهانتوما معايا. هانتوما هذا هو وجه لي على شعري. هانتوما شفتي هانتوما شوفي كيخرج ليا شفتي شوفو هنا عندك هنا اللي ما تجبدش ليا مزيان لان هذيك لي بيبي هير ما كيتشدوش بالبلاك. حاقتي دي بالبلاك شوف ماما جانسو عيشو من كربان داكو هانتو شوف إلي سيغ لا طابل إلي سيغ لا طابل وي هانتو لا تحاقت ضروري مي كندير بلاك بوحدي كنتحرق جاب الله ما تحرقتش هنا ولا هنا المهم عيديا ندير لابيا فين قلت لكم هنا خاصني ديك نشري ديك البلاك اللي كيكون هكا بحال ستيل بحال الشكل ديال الصبع هذاك هو اللي خاصني. شريت واحد النهار من بروكونت وصدق ليا ما خدامش يعني ماشي اي حاجه كنشري من بروكونت كتصدق. يلا حبوباتي غدا ان شاء الله عاوتاني غنعاودو بالبلاك نعاودو شي 3 جوغ بالبلاك باش يلا يصدق ليا مزيان. يلا السلام عليكم. بلاتي نقول لكم هذا قبل ما هذا قبل ما نسد الفيديو نتوما غادي تعرفوا اللي متبعيني غيبان لكم الفرق لان الشعر حتى كيتغسل لا عاد كيبان. نتوما اللي متبعيني غيبان لكم بصح واش هذاك سميتو هذا البوتوكس هذا واش زوين ولا خايب. يلا بيبي سلامات.